السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. حبيت نبدا معكم اون سيري دو فيديو كورت في زوج كلمات، كل مره نبارطاجي معكم فيها معنى معين. المعنى اللي حبيت نشاركه معكم اليوم هو خلط الادوار في العائله، وتحديدا خلط الادوار عند الابن ولا البنت. الابن ولا البنت احيانا تكون لا ريلاسيون تاعهم مع احد الوالدين مليحه بزاف، ولكن الوالدين بين بعضهم لا ريلاسيون تاعهم ماشي مليحه، وبالتالي الابن ولا البنت يتبنى لا سوفرانس تاع باباه ولا ماماه، باسكو سا ديبون. ماشي دائما الزوجه هي اللي تعاني، ماشي دائما هي الطرف الضعيف في لو كوبل. ساعات تلقى الراجل هو اللي عنيف مع مرته، هو اللي يأذيها، هو اللي ما يحترمهاش، وساعات تصيب العكس باللي المراه هي اللي تقلل من احترام زوجها، هي اللي ماهيش عارفه تعامله كيما لازم. بغاف دائما كاين طرف ضعيف في لو كوبل، ماشي دائما، مي صديق احيانا يكون كاين طرف ضعيف في لو كوبل، طرف يعاني، احد الوالدين يعاني من الوالد الاخر. وبالتالي انا يا با اكزومبل عندي ماما مليحه معايا بصح ماهيش مليحه مع بابا، او العكس بابا مليح معايا بصح ماهوش مليح مع ماما. انا اوليو نستغل ونستبن لا ريلاسيون تاعو المليحه معايا ولا لا ريلاسيون تاعها المليحه معايا، نتحول الافوكا l'autre parent، le parent ضعيف، le parent ضحية. علاش نتحول الأفوكا؟ في أحيان بزاف on a été impliqué من الصغر، on a été programmé. بزاف ولاد يا إما شاهدوا العنف اللي تعرض له أحد الوالدين ولا الظلم اللي تعرض له أحد الوالدين، وبالتالي هما تبنوا قضيته بلا ما واحد ما يطلب منهم. لكن في أحيان بزاف لو بارون ضعيف، الأم خاصة تمبليكي ولادها، روحي قولي لباباك كذا، شوف مع باباك، قول له علاش دير الماما كذا. دونك لي زونفون اون ايتي امبليكي لدرجه انه من هو صغير يكبر باللي انا هو لافوكا تاع ماما ولا انا هو لافوكا تاع بابا ولا، وبالتالي ما يقدرش يستبن ولا يستغل لا ريلاسيون الصحيه اللي عنده مع باباه ولا مع يماه، باسكو راهو متبني العلاقه غير الصحيه بين الوالدين. علاش سي امبورطون ان الواحد يكون واعي بهاد الحكايه؟ باسكو ساعات رانا نرفدو هم اون ريلاسيون اكثر من الطرفين اللي في هذيك لا ريلاسيون، رانا نعانيو للناس من حاجه تخصهم اكثر ما هما راهم يعانيو من هذيك الحاجه، خاصه ان الادراك تاعنا الخلطه بين لي بارون وحنا كبار راهو كبر معانا من وحنا صغار، وبالتالي هذيك النظره الطفوليه اللي فيها تضخيم اللي فيها دراما بزاف في احيان كثيره، هذيك هي اللي تكبر معانا، هذيك هي اللي تكبر معانا ما وحنا يا راشدين. بصح تبان لنا بلي مامانا راح تسوفري اكثر من اي واحد اخر في الدنيا، ولا بابانا راهو يسوفري اكثر من اي واحد في الدنيا، باسكو عندنا هذيك النظره هذيك اللي كنا نشوفوا فيها بعين الطفل الصغير. سي تري 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 امبورطون ان نكون واعيين لهاد لي بيتي ديتاي تاع لي ريلاسيون هادي، باسكو سي امبورطون دو سو ريسيزير ونشوفوا مليح الدور اللي رانا نلعبوا فيه مع لي بارون تاعنا. اسكو راني نلعب في دور الابن في دور البنت وراني عارف نستغله ونعطيه حقوقه وواجباته كيما لازم، ولا راني نتعدي الحدود تاعي واللي ماهيش راح تفيد العلاقه. مهما تبان لي بلي راني عارف نجيب حق ماما ولا راني عارف نجيب حق بابا اكور تيرم، بصح الون تيرم مانيش راح نفيد العلاقه هذه كون ما يكونوش الطرفين تاعها هما اللي مادا بيهم تكون العلاقه تاعهم صحيه. وبالتالي العلاقه غير الصحيه تاعهم مانيش راح نرجعها صحيه. تو سكو جو في فير سي كو اني راح نرجع العلاقه الصحيه تاعي انايا ولو بارون تاعي راح نرجعها غير صحيه كي ندخل فيها دوطخ فاكتور اي دوطخ بارامتر. دونك سي تري تري امبورطون ان نكونوا فاهمين هاد المعاني هذه اللي تقدر تكون خفيه عند الناس بزاف في بزاف 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 الحالات وداخل بزاف بزاف العائلات. تهلاو في رواحكم واتري بيانتو ان شاء الله.